أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نبض الشرق عبر قناة سما الفضائية. أفتح الملف الثقافي الآن مع ضيفي فيما يتعلق بالبعد الثقافي للعلاقة بين عمان ودمشق. نتحدث عن الأفق، عن الواقع أيضا. ما الذي يحدث حتى في عالمنا العربي من حيث أبعاده الثقافية؟ هل كانت هذه الحركة الثقافية تواكب الأحداث التي مرت على هذا العالم؟ هل حافظ هذا الجيل على هذا الإرث الحضاري الذي ملكه لأجيال متعددة ومتعاقبة؟ ومن ثم هل هنالك فعلا كوادر بشرية قادرة على صون وترميم هذه المقتنيات الأثرية، لا سيما أن سوريا تعرضت لحرب كان الخاسر الكبير فيها هو تلك المقتنيات الأثرية، أيضا الإرث الحضاري والثقافي الذي ورثه السوريون؟ نتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، عن العلاقة التي تربط ضيفي الزائر إلى دمشق بوزارة الثقافة السورية تحديدا. ما هي الخطط بينهما؟ ماذا عن متحف عمان؟ عن المعرض المتعلق بعمان أيضا؟ هل هنالك من خطط مستقبلية بهذا الموضوع؟ لماذا ركز ضيفي على الكادر البشري والتخصصي؟ وكيف ينعكس ذلك في مناحي الحياة الثقافية العمل الخاصة بعملية الترميم في سوريا؟ هل الخطة موسعة أكثر أم أن الموضوع متعلق بفترة معينة وربما تنتهي؟ لا سيما أن هذا البلد ليس فقط هذه الحرب التي مرت عليه، وإنما مرت هذه البلاد بظروف صعبة كثيرا في الماضي أدت إلى ربما بعض من الضياع لمقتنيات أثرية. ما وجهة نظر ضيفي بهذا الموضوع، لا سيما أن هذه المنطقة، منطقة بلاد الشام إنجاز التعبير، ملكت إرثا حضاريا وثقافيا عريقا يمتد لآلاف السنين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. اسمحوا لي أن أرحب بسعادة جمال بن حسن الموسوي، وحضرتك الأمين العام للمتحف الوطني في عمان. أهلا ومرحبا بك عبر نبض الشرق. أهلا ومرحبا بكم وشكرا على استضافتكم، ونرحب بمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. لو تسمح لي ويسمح لي السادة المشاهدون نلقي الضوء على هذه الزيارة، ما الذي تم بها؟ ما هي أهم النقاط العريضة التي أيضا تم التطرق إليها في هذا المجال الثقافي؟ ومن ثم أبدأ الحوار مع ضيفي. سعادة الأمين العام، الآن نتحدث وأنت في دمشق عن ملاحظاتك، وأنت عندك خبرة كبيرة بمجال الثقافة والمتاحف والآثار. اليوم من هي الزاوية، كيف رأيت دمشق؟ كيف رأيت المتحف الوطني؟ وكيف رأيت هذه الحركة الثقافية بعد حرب أكثر من 10 سنوات على هذا البلد؟ الحقيقة هذه الزيارة الثانية لي إلى دمشق بعد زيارة الأولى في العام 2019 ميلادية، وقد التمست من خلال الزيارة الأولى مدى رغبة السوريين إلى التواصل والتفاعل الثقافي والحضاري والإنساني مع غيرهم. والتمسنا كذلك من خلال تلكم الزيارة إصرار وعزيمة أشقائنا السوريين بالمضي قدما وفق الإمكانيات والموارد المتاحة وعدم التوقف بالرغم من الصعاب التي ألمت بكم. هذه الزيارة الحقيقة ألهمتنا بأن ندعم
مسار تعاوننا الثنائي المشترك وأن نترجمه إلى أرض الواقع من خلال برامج ومناشط ومشاريع ذات الفائدة المشتركة للجانبين العماني والسوري الشقيق. التمسنا من خلال الزيارة الحالية أنه بالرغم من التحديات التي تفرضها العوامل الخارجية وكذلك بعض العوامل الداخلية، الرغبة الأكيدة في تبني كل ما هو جديد من معايير متحفية وثقافية عالية، وكذلك هناك العزيمة والإصرار لدى العاملين بالقطاع الثقافي بالمضي قدما إلى الأمام. فمن هنا جاءت زيارتنا الثانية إلى دمشق. كيف ترجم ذلك على أرض الواقع؟ بمعنى أنه كم عدد المقتنيات الأثرية؟ مثل ما عرفنا أنه في اتفاقية ملحقة ربما تابعة لاتفاقية سابقة كانت موجودة، أنه يصير في ترميم أو صون لعدد من المقتنيات الأثرية. تحطنا بالتفصيلات الموضوع ولوين رايحين بهذا الاتجاه. الحقيقة زيارتنا السابقة إلى دمشق تمت على إثر استضافتنا بالسلطنة لمعالي وزير الثقافة السوري السابق والوفد المرافق له والتوقيع على مذكرة تفاهم في المجالين الثقافي والمتحفي بين المديرية العامة للآثار والمتاحف والمتحف الوطني. تبع ذلك التوقيع على اتفاقية لتقديم الدعم الفني والتقني للمديرية العامة هنا بدمشق، واتفاقية أخرى لحفظ وصون القطع الأثرية السورية التي تضررت خلال سنوات الأزمة. تم اختيار 175 مقتنى من قبل أشقائنا السوريين، ونحن تشرفنا بأن نقوم بعملية حفظها وصونها بمسقط من خلال كوادرنا الوطنية. واليوم تم تسليم 100 مقتنى بيزنطي وروماني عبارة عن مسكوكات برونزية من العصر الحديدي والعصور البيزنطية إلى الجانب السوري بعد إتمام عمليات حفظها وصونها. نحن اليوم كذلك توفقنا بالتوقيع على ملحق لاتفاقية الحفظ والصون. هذا الملحق يتضمن استلامنا للدفعة الثانية من المقتنيات السورية المتضررة خلال سنوات الأزمة ليتم تأهيلها بمسقط. كذلك هناك اتفاقية أخرى لإعارة أصل مخطوطة أحمد بن ماجد السعدي، هذا الملاح والربان العماني الشهير الذي عاش في القرن 15 الميلادي ووجد أثره العلمي محفوظا هنا بدمشق، وقد تضرر هو كذلك خلال سنوات الأزمة وتطلب منا التدخل وقائيا لحفظ هذا المخطوط، وهو ما تم فعلا بمسقط قبل أن يتاح للعرض منذ شهر مارس من العام الماضي لعموم الزوار بقاعة التاريخ البحري بمقر متحفنا ولمدة مؤقتة من الزمن قبل أن يعود إلى دمشق. كيف كانت الحركة الثقافية والاهتمام بما تعرضونه إذا كان الملاح أو غيره في عمان؟ الحركة الثقافية هل تبدو لك أنه مواكبة للتطورات والأحداث التي حصلت، أم أنه لا، الحركة الثقافية في تراجع؟ ما هي حقيقة الوضع في السلطنة؟ الحركة الثقافية بالسلطنة لها أبعاد متميزة وخاصة.
على اعتبار أن السلطنة حظيت بأن يتولى حقيبة وزارة التراث والثقافة سابقا مولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان المعظم حفظه الله ورعاه، قبل أن يتم تنصيبه سلطانا على عمان في يناير من العام 2020 ميلادية. الحراك الثقافي الرسمي بعمان يتم على مسارات متوازية، إضافة للوزارة التي تفضلت بالإشارة إليها سابقا، هناك المتحف الوطني. المتحف الوطني يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري، هو بمثابة هيئة حكومية متكاملة يعنى بحفظ وصون وإبراز والترويج لمكنونات من التراث الثقافي لعمان منذ نشوء الأثر البشري إلى يومنا الحالي. ومنذ العام 2020 ميلادية نحن نحظى بالرعاية السامية الكريمة لهذا الصرح. من جانب آخر هناك هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والتي هي كذلك هيئة لها شخصية اعتبارية واستقلال إداري، تعنى بحفظ وصون ودراسة وتنقيح وتحرير ونشر الجانب المتصل بالمحفوظات والمخطوطات والوثائق العمانية المنشأ أو ذات الصلة بعمان. فالاهتمام بالثقافة في عمان هو من رأس هرم السلطة العمانية، ونجد كل الدعم في ما نقوم به، على اعتبار أن الثقافة هي ليست ذات أبعاد ترفيهية أو أبعاد استهلاكية بحتة. الثقافة ضرورة، هي ضرورة وهي مرتبطة بالكينونة الوطنية للأمم، وهي أساسها تنشئة الإنسان وتهيئته تهيئة روحية وجدانية ثقافية، تهيئتك شخصية تستطيع أن تتفاعل مع معطيات عصرها لا أن تكون متأخرة. ولكن سوف أطرح من خلال هذه الحلقة تراجع الحركة الثقافية العربية، ما هي أسبابها حتى من وجهة أهل الاختصاص بهذا الاتجاه؟ سعادتك تحدثت أكثر من مرة بموضوع الكادر البشري، التأهيل والتدريب، وهذا موضوع كتير عليه نقاط جدال كبيرة وكثيرة، أنه هل القائمين على موضوع كنز البلد أي بلد كان هم متخصصون، هم مدربون، هم يعرفون قيمة هذه الأشياء بطبيعة الحال؟ اليوم موضوع التأهيل والتدريب إلى أي حد يجب أن يكون أولوية؟ وبالنسبة لكم ولا سوريا، هل هنالك أي اتفاق بموضوع التدريب والتأهيل أو الكادر التخصصي البشري؟ فيما يتعلق بهذا الجانب، إذا ما تحدثنا عن تجربة المتحف الوطني، المتحف الوطني حديث العهد نسبيا، فقد افتتح أبوابه لعموم الزوار في العام 2016 ميلادية، وإنما تعود جذور تأسيسه والعمل عليه كمشروع إنشائي وكتجهيزات داخلية للعام 2010 ميلادية. هذه الفترة بالتوازي مع إنشاء هذا الصرح وتهيئة البرامج العلمية الخاصة به، تم الاستثمار بشكل خاص في الموارد البشرية. عندما بزغ فجر نهضة عمان في 1970 ميلادية، كانت هناك حاجة للاستعانة بخبرات إقليمية ودولية
تحقيق نقلة نوعية لعمان لتواكب معطيات القرن العشرين. في العام 2020 تم اتخاذ قرار استراتيجي فيما يتعلق بالمتحف الوطني أنه يتم تسليط الضوء وتخصيص الموارد لتهيئة وتنشئة كوادر وطنية بحتة من خلال إتاحة المجال لهم للاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالميا في القطاع المتحفي وفق ما وضعته مؤسسة الآيكوم أو المجلس الدولي للمتاحف من معايير متعلقة بتطوير هذا القطاع. فمما يعتز به المتحف الوطني هو أنه تأسس على يد كادر عماني وطني. هذا الكادر شاب متوسط عمره عند التأسيس حوالي 28 سنة، 70% من الإناث، من الشابات العمانيات الطموحات. فهذا مما نعتز به. هذا الجانب تم التطرق إليه تحديدا خلال تشرفنا باللقاء مع معالي الدكتورة وزيرة الثقافة بالجمهورية العربية السورية، والتشديد عليه أن هناك حاجة في الوقت الراهن لتمكين الكوادر السورية العاملة بالقطاع الثقافي عموما والقطاع المتحفي خصوصا. ونحن بإذن الله في المراحل القادمة في إطار المذكرة التي أبرمت بالعام 2019 سنقوم باستضافة عدد من زملائنا السوريين للاستفادة من التجربة المتحفية بعمان وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل بمسقط وفق الاحتياجات التي ستحددها وزارة الثقافة. أنا خليني بعد الفاصل أيضا أسأل عن الإضاءات على عمان في دمشق، ما هي الرسالة التي تودون إعطائها، ومن ثم نتحدث أيضا عن الحركة الثقافية بالمجمل في سوريا والعالم العربي بعد هذا الفاصل من فضلكم. لطالما استندت العلاقات العمانية السورية على أسس تاريخية عريقة، وما زالت محافظة على قواعدها الأساسية المبنية على الاحترام والصدق ونظرتها الخيرة لمصلحة الشعبين الشقيقين، وبهدف تعزيز العلاقات الثقافية وتبادل الخبرات المتحفية بين سوريا وسلطنة عمان، استضاف المتحف الوطني بدمشق فعاليات ثقافية منوعة حملت عنوان يوم عماني في دمشق. وبدأت الفعاليات التي أقيمت بالتعاون مع المتحف الوطني العماني بافتتاح معرض بعنوان إضاءات على عمان، تضمن عرض قطع ولقى أثرية عمانية تعود في أغلبها إلى حضارة ماجان في العصر البرونزي، أول حضارة ظهرت في تلك البلاد بالألفية الثالثة قبل الميلاد. كما ضم المعرض مقتنيات تعود إلى العصر الحديدي تتعلق بحضارة أرض اللوبان وتجارتها التي ربطت عمان بالعالم القديم والحواضر العريقة في سوريا كحلب وتدمر وبصرى الشام. واستضافت القاعة الدمشقية في المتحف الوطني توقيع ملحق للاتفاقية التي وقعت عام 2019 مع الجانب العماني لحفظ وصون التراث السوري المتضرر خلال سنوات الحرب الإرهابية من خلال ترميم 175 مقتنى أثريا سوريا. وتضمن ملحق الاتفاقية ترميم 30 مقتنى أثريا سوريا يعود إلى الحضارة التدمورية من قبل خبراء ومرممين من متحف الأرميتاج الروسي في العاصمة العمانية مسقط، ليتم بعدها تنظيم معرض بالمتحف الوطني العماني وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف على عمق التجربة الحضارية السورية. وتضمنت الفعاليات أيضا إعادة 100 قطعة برونزية من المسكوكات النقدية القيمة من العصور الرومانية والبيزنطية أعيرت إلى عمان ليتم صونها وترميمها على يد خبرات عمانية.
منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو عقد من الزمن، سلطنة عمان كانت من الدول التي حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وها هي اليوم تشهد العلاقات السورية العمانية تطورا ملحوظا في كل المجالات الصحية والثقافية والدبلوماسية وغيرها الكثيرة. معكم من جديد مشاهدينا الكرام، وضيفي في استديو نبض الشرق سعادة جمال بن حسن الموسوي الأمين العام للمتحف الوطني في عمان في زيارته إلى دمشق. نتحدث عن إضاءات عن عمان وهو المعرض اللي افتتح في دمشق. ما هي الرسالة التي تود مسقط من خلالها إيصال عدة رسائل أفكار؟ لماذا دمشق أيضا مثل ما علمنا بأنه ليست المحطة الأولى دمشق بهذا الاتجاه، لماذا اخترتم دمشق أيضا لأن تكون ضمن هذه الإضاءات على عمان؟ يأتي تنظيم معرض فعاليات يوم عمان بدمشق تحت عنوان إضاءات على عمان في إطار ما يصطلح عليه بالدبلوماسية الثقافية التي ينتهجها المتحف الوطني، وهو مسار موازن ومكمل لمسار الدبلوماسية العمانية التي عرفت بالحكمة وبعد النظر. مسار الدبلوماسية الثقافية في السياق العماني السوري يأتي تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين عمان وسوريا، وتأكيدا على أواصر المحبة والأخوة الصادقة فيما بيننا، وتعزيزا لهذا التعاون. نحن هنا لنؤكد لكم أننا مشتركون في حمل لواء ومسؤولية وأمانة هذا الإرث الحضاري الإنساني والقيم المشتركة النابعة من التجربتين الحضاريتين لعمان وسوريا، وأن الثقافة هي جسر عبور وهي أقوى من لغة الحرب. الثقافة تؤسس لثقة مشتركة بين الجانبين، انعكست على مشاركتنا هنا بدمشق، ولأول مرة منذ ما حسب ما فهمت منذ العام 2007 يتم عرض الأصول من المقتنيات بدمشق من خارج سوريا. المشاركات السابقة التي كانت في إطار ضيق لم تكن في إطار إتاحة إعارة مقتنيات لتعرض بدمشق، فنحن في إطار هذه الثقة التي تجمعنا قررنا أن تكون محطتنا هنا بدمشق، تأكيدا لما وجدناه من رغبة أكيدة من الجانب السوري والدعم الذي حظينا به كذلك سواء بعمان أو بسوريا. كيف راح تكون حركة تبادل الأنشطة الثقافية بالمرحلة القادمة؟ نحن الآن نعمل على حفظ وصون ما تبقى من المقتنيات السورية المتضررة خلال سنوات الأزمة، وهذا العمل لن يكتفى به للدفعة الأولى والثانية من المقتنيات، وسيستمر بإذن الله على مدى سنين قادمة. المرحلة القادمة ستشهد التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر المهنية وإعادة تأهيلها بما يتواكب ومعطيات العصر في الصناعة الثقافية والمتحفية، والتي كانت لها نقلة نوعية في العقد الأخير من الزمن. هناك كذلك العمل على تحضير لإقامة معرض مؤقت للمقتنيات السورية التي سيتم ترميمها بمسقط لإتاحتها للجمهور العماني
والمقيمين بعمان وزوار عمان لعدة أهداف. أولا للترويج للإرث الحضاري السوري العريق والذي قد لا تصل رسالته للخارج لأسباب معروفة بالشكل المطلوب، فمسقط ستكون نافذة لكم في هذا الإطار. من جانب آخر نرغب في توعية زوارنا بما لحق من دمار ممنهج للإرث الحضاري السوري، وهذا كذلك مما لا يسلط الضوء عليه بشكل كافي بالخارج لأسباب وعقبات نعرفها. أي صحيح، هذه نقطة مهمة جدا، التدمير الممنهج الذي تم بشكل أو بآخر على عدد كبير من المقتنيات الأثرية، من اللقى الأثرية، من الآثار الموجودة في هذا البلد اللي هي ملك لهذا البلد بطبيعة الحال، هذا الإرث الإنساني. اليوم حماية الإرث الحضاري لهذا البلد هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية المنظمات الدولية، مسؤولية مشتركة للعاملين في الحركة الثقافية، إبقائها الحقيقة في ناس دفعت حياتها ثمنا لموقف مثل عالم الأثار خالد الأسعد بتدمر الأثرية أيضا الشهيد. نعم، فبهذا الاتجاه اليوم نحن في كتير حديث يحكى خاصة مع المعنيين بهذا الموضوع، أنه كيف ممكن اليوم هذا الإرث اللي اندثر بعضه سرق، بعضه هرب، بعده صار بالمتاحف البريطانية والفرنسية أيضا، راح بطريقة غير شرعية من قبل كتير من الأشخاص. كيف ممكن نحن نثبت ثقافة أي بلد كان، نثبت الهوية الخاصة بالثقافة السورية التي تمتد لآلاف السنين مع الأصدقاء، مع المسؤولين عن الحركة الثقافية والإنسانية ضمن هذا الظرف الصعب يلي مرت فيه البلد؟ هناك بطبيعة الحال جهود يقوم بها المخلصون والمحبون لسوريا حضارة وشعبا من علماء ومفكرين تشرفنا باللقاء بهم في زيارتنا الماضية وهذه الزيارة كذلك. إنما هذه الجهود تتم بناء على مبادرات منهم، هذه ليست مساهمات على مستوى مؤسسي من الخارج لاعتبارات معروفة. نحن نقدر هذا الشيء، ولذلك في كل محافلنا نطرح موضوع مساهمة الأطراف الثالثة بحفظ وصون التراث السوري من خلال العمل المؤسسي عبر مسقط كخيار لمن يشاء. ونحن الآن لدينا اتفاقية لتعاون بصيغة ثلاثية بين متحفنا، المديرية العامة للآثار والمتاحف، ومتحف الإرميتاج العريق، صيغة الترويكا. في إطار هذه الصيغة نحن الآن نستضيف عدد من خبراء الحفظ والصون الروس المتخصصين في مجال ترميم المقتنيات الحجرية، وهي من مجالات العمل التخصصي الذي لا نملك كفاءات بشرية عمانية به. فالجانب الروسي يقوم الآن بحفظ وصون 12 تمثال تدمري بمسقط، وهي من ما هو مدرج بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. إلى أن تأتي أو يأتي دور هذه المنظمة التي ذكرناها وغيرها من المؤسسات الثقافية، نحن نقوم بكل ما بوسعنا لطرح هذا الموضوع على من تربطنا معهم مذكرات واتفاقيات، سواء في آسيا، في أوروبا أو غيرها من الأمكنة. وإلى الآن هناك تجاوب من الجانب الروسي من الإرميتاج بهذا الاتجاه. لو تسمح لي أخذ هذا الاتصال الهاتفي من السيد نظير عوض
المدير العام للأثر والمتاحف في سوريا. أهلا ومرحبا أستاذ عوض. أتحدث الآن عن شق التعاون الثقافي بينكم وبين سلطنة عمان بوجود وفد برئاسة سعادة جمال بن حسن الموسوي. اليوم ما هي أفق التعاون؟ سوريا كيف بتشوف أيضا هذا التطور الذي حصل، لا سيما أنه كثير من الآثار واللقى والتاريخ السوري تم تدميره بشكل ممنهج في كثير من المناطق السورية؟ أولا أنا أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة، وأتوجه بالتحية للأستاذ جمال بن حسن الموسوي الفاضل الأمين العام للمتحف الوطني العماني الذي وقف إلى جانبنا منذ فترة. الحقيقة في ما نسميه معركة الدفاع عن التراث الثقافي السوري، منذ سنوات نحن أبرمنا مذكرة تفاهم مع السادة في المتحف الوطني العماني، وهذه المذكرة يعني أفضت أو نتج عنها أكثر من نشاط، ثم توقفت قليلا أو أبطأنا بسبب جائحة كورونا لنعود مع السادة في سلطنة عمان لإنجاز هذا اليوم، يوم عماني في دمشق، والذي تمخض عنه معرض لحوالي 34 قطعة أثرية تراثية عمانية من حضارة عمان العريقة احتضنها المتحف الوطني في دمشق. قطعة تتعلق بحضارة اللبان، وتتعلق بحضارة البخور، تتعلق بعصور الحديد والبرونز في سلطنة عمان التي لديها حضارة عريقة وماضي عريق كبير جدا. هنا اليوم تلاقت ثقافة البخور وثقافة الطيب مع ثقافة الياسمين في هذا اليوم. أيضا قمنا بتوقيع ملحق فني في إطار هذه المذكرة لإعارة 30 قطعة أيضا أثرية إلى متحف عمان لتجري عليها أعمال صيانه وترميم، ومن ثم سيكون أنشطة مستقبلية بعد الانتهاء من هذه القطعة. أيضا جرى اليوم أن الجانب العماني الضيوف الأكارم حملوا معهم حوالي 100 قطعة نقدية رممت في متحف عمان من مادة البرونز، وكانت بحالة سيئة جدا، سلمت بحضور السيدة وزيرة الثقافة راعية هذا اليوم، سلمت بحضور السيدة الوزيرة إلى المتحف الوطني بدمشق. نشير إلى أن ما تحدث عنه الأستاذ جمال هو غاية في الأهمية، القطع التدمورية التي أرسلت إلى متحف عمان مشكورا، وكون المتحف ليس لديه في الوقت الحالي خبرات في ترميم القطع الأثرية التدمورية الحجرية، فقد أيضا تواصل مع متحف الأرميتاج وأبرم ربما اتفاقا أو غير ذلك لاستقدام خبراء لترميم هذه القطع بأعلى المعايير الموجودة في العالم. هذا يعني هذا التعاون بين الأشقاء ليس بغريب عن السادة في عمان، عن الأشقاء في عمان الذين تنبهوا إلى ما نعانيه، إلى ما يعاني التراث الثقافي السوري، وقدموا ما استطاعوا لمؤازرته وللانخراط في معركة الدفاع عن التراث الثقافي السوري. سيكون هناك أنشطة مهمة جدا في متحف عمان، وأنشطة مهمة جدا في إطار هذه المذكرة. لن أتحدث عن كامل التفاصيل، لكن تكون هناك رسائل توجه إلى الجمهور العماني وزائري السلطنة. ما هي مفاد هذه الرسائل؟ ما هي مفاد هذه الرسائل؟ وهذا هو المهم أستاذ عوض، إلى تعريف الجمهور العماني وتعريف زائري السلطنة وغيرهم بالتعديات المنهجية التي أشرت إليها على التراث الثقافي السوري. وسأترك بعض التفاصيل للأستاذ الصديق العزيز الفاضل. بهذا الاتجاه، هل استطاعت سوريا الآن أن تلملم مرحلة صعبة مرت بها بهذا الاتجاه، أن تتخذ على الأقل أمورها القانونية فيما يتعلق بإرثها كدولة وكوطن؟ اليوم نحن بنعلم أنه العديد من هذه المقتنيات سرقت أو هربت أو باتت في المتاحف الغربية، عدد كبير منها. ما هو الدور المناط بوزارة الثقافة؟
هذا السؤال كبير جدا ولا يمكن الإجابة عليه أو الإحاطة به يعني في 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 دقائق. الحكومة السورية تعمل وتقدم كل ما لديها لإمكانية يعني إعادة ما سرق وما نهب من التراث على المستوى المحلي والمستوى الخارجي، وتقوم وزارة الثقافة بتأدي الدورة مع المديرية العامة للآثار والمتاحف، وتتابع السيدة وزيرة الثقافة كل ما يلزم للعودة إلى ما كنا عليه في عام 2010. وهناك مجموعة مهمة جدا من المشاريع أطلقتها وزارة الثقافة لرقمنة التراث ولأيضا أرشفته في على مستوى المتاحف ومستوى المباني. نشير إلى أن كل المؤسسات الشرطية والحكومية منخرطة منذ بداية الأزمة في عملية الدفاع وفي عملية استرداد القطع المنهوبة، ودخل إلى المتحف الوطني حتى الآن أكثر من 35 ألف قطع أثرية نهبت بفعل التنقيبات العشوائية. وأيضا هناك بعض المتاحف كما نعلم في إدلب وفي الرقة هذه المتاحف نهبت، وأيضا في متحف تدمر. وما هرب إلى الخارج هو أمر آخر لا نستطيع الإجابة عن تفاصيل تتعلق بكيفية استرداده والأمور القانونية التي تتعلق به، لكننا ماضون في هذه المعركة وأسسنا ما يسمى مكتب الاسترداد، ونتابع كل ما يتعلق بمعلومات عن القطع السورية المهربة إلى الخارج، مع الاعتراف بأن التراث الأثري السوري تعرض إلى أزمة كبيرة جدا، ويمكن القول أنها كارثة وطنية ألمت به إذا ما استحضرنا ما قاموا به بتدمر ومدينة حلب وما دمروه من مقامات ومن تلال حفرت ودمرت السويات الأثرية فيها، وهذا ما يزال حتى الآن في الأراضي التي خرجت عن سلطة الدولة. عملية استرداد القطع التي هربت إلى الخارج عملية معقدة للغاية وتستنفذ الكثير من الوقت وتحتاج إلى الكثير من الخبرة والوقت، لأن الاتفاقيات تختلف من دولة إلى أخرى وكذلك القوانين، لكننا مصرون على استعادة كل ما سرق من التراث الثقافي السوري لأنه الهوية الجامعة لكل السوريين، وكل مؤسسات الدولة وعلى رأسهم وزارة الثقافة منخرطة في هذه المعركة. أنا رح أرجع لك بسؤال أخير متعلق بالحركة الثقافية، إلى أي حد هذه الحركة الثقافية هامة لأي مجتمع كان، واليوم هل تعتقد أنه ماضي بهذا الاتجاه بشكل إيجابي وناجح؟ بهذا السياق رح أفتح هذا الملف مع ضيفي أيضا سعادة جميل بن حسن موسوي. اليوم قلت لحضرتك قبل قليل بأنه ربما تكون تراجعت الحركة الثقافية الآن بحكم كثير من العوامل المحيطة بالعالم العربي، إلى أي حد هذه المعركة يجب أن تبقى اليوم ثابتة، يجب أن ينتزعها المثقفون العرب وأن تعود الحركة الثقافية العربية؟ بتشوف في مؤشرات إيجابية ممكن أن تتم في المرحلة القادمة، وما هي الأسس التي يجب أن تبنى عليها؟ المعركة الثقافية هي معركة وجودية، ومما نشاهده أن في العقود الماضية هناك حراك ثقافي عادة ما يكون كردة فعل لأحداث معينة. نحن علينا المضي لمرحلة أبعد من ذلك، مرحلة تتعدى ردة الفعل إلى وجود رؤى واستراتيجيات وطنية واضحة المعالم راسخة الأسس نعمل من خلالها وفي إطارها. حالنا حال غيرنا في الدول التي لها زمام المبادرة في المجال الثقافي والمعرفي في الوقت الراهن، سواء كان الحديث إقليميا أم دوليا. هناك مؤشرات إيجابية بطبيعة الحال، وتتجلى ذلك على سبيل المثال في السياق السوري من بقاء وصمود الكثير من المفكرين والمثقفين والإعلاميين والعاملين بالقطاع المتحفي وغيره من القطاعات،
هجرة الأفكار. صحيح أنها تحصل في سياق أو في إطار الأزمات، وهذا إحدى الأهداف التي يسعى إليها المعتدي، إلا أننا ما التمسنا هنا بدمشق وجود خامات وطنية طيبة شامخة وراسخة، وهي ترغب في المضي قدما واكتساب كل ما هو جديد في نطاق اختصاصها. فهذه أساسات أو أسس إيجابية ستساعدنا في المرحلة القادمة من العمل الثقافي المؤسسي، الذي أؤكد مجددا يجب أن يكون منطلقه رؤى وسياسات واضحة المعالم، لا أن يكون حراكا وقتيا ظرفيا أو عاطفيا عشوائيا. وهذه النقطة أيضا هامة أسأل فيها السيد عوض فيما يتعلق برؤيتك أيضا لهذه الحركة الثقافية، لا سيما أنه مثلا تقام معارض وبعد المعرض ينتهي العمل بهذا المعرض ومع وقته، مثل ما قال ضيفي في الاستوديو أنه في بعض الحالات بعيدا عن المعارض، في بعض الحالات آنية ووقتية، يجب أن تكون الحركة مبنية على أسس مؤسساتي ممنهج علمي. اليوم أيضا قبل الأحداث العربية في العالم العربي كان كثير من المصطلحات التي تغزو المجتمعات العربية وتحديدا الثقافية على رأسها كلمة الغزو الثقافي. إلى أي حد أثرت هذه المصطلحات وأثر ما سمي حينها الغزو الثقافي بالمجتمع العربي وبالمجتمع السوري بشكل عام أستاذ عوض؟ نحن جزء من الحركة الثقافية التي تقودها وزارة الثقافة، وإذا ما يعني إذا ما تذكرنا أن الحركة الثقافية كانت مستمرة خلال الأزمة ولم تتوقف أعمال النشر ولم تتوقف الأنشطة الثقافية على الإطلاق، بل كان هناك إصرار على أن تبقى الحركة الثقافية في مسار الصحيح. نحن بالنسبة لنا نستطيع القول أننا لم نتوقف عن أعمال النشر وعن أعمال التعريف بالتراث الثقافي الأثري السوري من خلال الأبحاث التي كانت تقدم والتي كانت تطبع في الحوليات السورية العربية السورية، وفي مجلة مهد الحضارات، وفي أيضا العلم والترميم وغير ذلك، لم نتوقف. أنت في بلد كما نعلم كسوريين غني ومتنوع الثقافات، والحركة الثقافية فيه من أنشط الحركات في العالم العربي، وفيه الكثير من المفكرين والكثير ممن ينخرطون في هذه الحركة الثقافية. هناك أمور وتفاصيل أوسع من الممكن أن توجه للعاملين في وزارة الثقافة، لكن أنا أقول أن الهجمة التي حدثت تركزت فعلا، ونؤكد أنها كانت ممنهجة لمحو الهوية وطمس الهوية، هوية كل السوريين، وجزء منها الهوية الثقافية، الهوية الجامعة لكل السوريين. لذلك نحن نرى أن التعدي على مدينة تدمر وعلى حلب وتدمير مكونات مدينة تدمر الأثرية المهمة جدا هو محاولة لطمس الهوية الجامعة لكل السوريين، وأيضا محاولة للتأثير اقتصاديا على هذه المواقع التي كانت تعتبر واحدة من الروافع الاقتصادية والثقافية في هذا البلد. نعم. أنا لن أجيب يعني بالكثير عن التفاصيل. شكرا لك أستاذ نظير. شكرا المدير العام للأثار والمتاحف السيد نظير عوض في سوريا، شكرا جزيلا. أنا لي سؤال أخير، كان لكم جولات متعددة في مناطق متعددة أيضا في دمشق وريف دمشق، اليوم كيف رأيت المزاج الشعبي السوري؟ كيف شفت الناس؟ شو حكيت مع الناس اليوم بهذا الاتجاه؟ وهذا سؤالي الأخير لك. يعني مما التمسناه خلال الزيارة أنه الإنسان السوري إنسان محب للحياة،
إنسان إرادته تنتصر على كل ما حيك له. هو شعب متطلع وبأمل لمستقبل فيه الاستقرار والازدهار والتطور واستمرار بناء هذا الوطن العزيز الذي هو جزء من منظومة إنسانية وحضارية عالمية. وجدنا عودة الحياة في مختلف مناحيها، وتشرفنا يوم أمس بمشاركة القداس بمعلولة، وشاهدنا الأطفال والعائلات تعود وتشارك في هذه المناسبات. وجدنا إرادة الصمود تنتصر، وهناك أعمال مبهرة الحقيقة يجري العمل عليها، من إنشاء متاحف مصغرة توثق لمرحلة معينة وقتية أو ظرف وقتي مرت أو مر به السوريون. هناك أيقونات قد دنست وآثار نهبت، إلا أنها تعود مجددا ليتم عرضها، ليتم دراستها وإتاحتها للجمهور. فهذا كله مؤشرات إيجابية. ووجودنا اليوم معكم يؤكد أننا يد واحدة في هذا العناء وفي هذا التحدي، وأن لكم أصدقاء وأشقاء يمكن الوثوق بهم والاعتماد عليهم، وأنكم لستم بمفردكم في ما تقومون به من عمل جبار لأن تعود الحياة إلى طبيعتها. والكثير من مجريات هذه الحياة عادت ولله الحمد بدمشق وضواحيها كما شاهدنا بأنفسنا. فهنيئا لكم هذا الصبر وهذا الصمود وهذه الرغبة في الانتصار، انتصار الحياة على الموت، النور على الظلام. هنيئا لكم. شكرا جزيلا، شكرا لوجودك أيضا باستديو نبض الشرق، ونتمنى لكم التوفيق دائما في كل ما تقوم به. سعادة جمال بن حسن الموسوي، حضرتك الأمين العام للمتحف الوطني في عمان، شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا على كريم استضافتكم، والشكر والتقدير لضيوفكم الأكامر. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، هذه تحية مني وفريق العمل، كل اثنين السابعة مساء نلتقي. السلام عليكم.